السلام عليكم وأهلا وسهلا بالجميع. اليوم بدنا نحكي عن فرص العمل في قطاع الطاقة الشمسية. فيديو جدا جدا مهم للناس اللي بتشتغل في المجال أو مفكرة تشتغل في المجال أو الطلاب إلى آخره. بالبداية بتمنى من الجميع طبعا يعمل لايك عساس خوارزميات اليوتيوب بتوصل الفيديو لعدد أكبر، تمام؟ وأكيد إذا شفتوا الموضوع مفيد تشيروا لزملائكم عساس إن شاء الله يستفيدوا، تمام؟ راح يكون الفيديو مقسم لعدة أقسام. أول إشي راح نحكي عن التخصصات المتاح إلها تشتغل جوا هذا المجال. ثاني إشي فرص العمل بهذا المجال. ثالث إشي الشركات اللي إحنا بنقدر نشتغل فيها. ورابع إشي عدد سنوات الخبرة المقدرة لكل بوزيشن من هاي الفرص المتاحة للجميع. فراح نقسم الفيديو عدد أقسام، تقدر تروح مباشرة للقسم اللي بدك إياه أو تحضر الفيديو كامل. طبعا الناس اللي مش مشتركة بالقناة بيشرفني طبعا انكم تشتركوا على اساس نوصل لاكبر عدد. خلينا نحكي من المحتوى المفيد اللي ان شاء الله يصير ترجيحه من خلالكم لزملائكم وللناس اللي بتدور عن هاي المواضيع. نروح للنقطة الاولى، مين التخصصات المتاح لها تشتغل خلينا نحكي جوا قطاع الطاقة الشمسية، تمام؟ الان القطاع يندرج تحت خلينا نحكي القطاع الهندسي اجمالا، فانت لازم تكون مهندس. طيب عندي انا عده هندسات، الهندسات الرئيسيه اللي بتشتغل دايركت في هذا المجال بدون ما تتغلب عندنا الهندسه الكهربائيه والميكانيكيه بمعظم خلينا نحكي فروعهم، تمام؟ هدول ما بيلاقوا صعوبه بانه يتوظف. طبعا في تخصص اللي هو هندسه الطاقه المتجدده، هذا دايركت لهذا المجال. الان بعديها بيجي تخصص الهندسه المدنيه. الهندسه المدنيه بيكون لها جزء زي تصميم الاستراكشر، مختصين في الاعمال المدنيه في المشاريع الكبيره، السايت، الامور هذه اللي هم فاميليار فيها، فبرضه ما بلاقي صعوبه كثير زي التخصصات الثانيه. الان لما نبلش نبعد هندسه حاسوب شبكات الى اخره، متاح لهم يشتغل كونهم مهندسين عندهم انجينيرينج باك جراوند، ولكن فرصهم بتصير اصعب شوي فبدهم يطوروا من حالهم، تمام؟ فالتخصصات المتاح لها تشتغل بهذا القطاع هي تخصصات هندسيه زي ما ذكرنا. في تخصصات مثلا في تخصصات جديده صاروا يستحدثوها اسمها تكنولوجيا الطاقه البديله، الان هذا راح يواجه صعوبه كونه مش مهندس، تمام؟ ممكن يشتغل اكيد اذا تعب على حاله وكون علاقات اكيد بيشتغل، ولكن التخصصات اللي مش دايركت هندسيه راح تواجه صعوبه. اجمالا تقدر تشتغل بموضوع المبيعات. المبيعات مش شرط تكون انت مهندس، ممكن تكون يعني شخص مختص بالمبيعات وعندك علاقات كويسه ومهارات ممتازه، تقدر تشتغل في هذا المجال في جزئيه المبيعات. الان لو بدنا نفصل شوي زي ما حكينا، المدني لجزئيه الاستراكشر، الكهرباء والميكانيك بيكونوا بالتصميم. لما نحكي الدي سي سايد از ديزاين بيشتركوا فيه، بالاي سي سايد بالمشاريع الكبيره بنروح دائما لمهندسين الكهرباء كونهم عندهم خبره اكثر بموضوع السويتش جيرز، بالميديوم فولتج، بالار ام يوز، الامور هاي كامله هم مختصين فيها اكثر. ولكن اكيد بيقدر مهندس الميكانيكي يشتغل اذا طور من حاله. بنرجع لنقطه التطوير، احنا زي ما بنحكي بكل فيديوهاتنا الجامعه هي بس شهاده، فانت لازم تطور من حالك على اساس توصل للي بدك اياه. فهذا بشكل عام عن التخصصات اللي ممكن تشتغل بهذا المجال وشو بالضبط التوجه تبعها بيكون، تمام؟ المبيعات طبعا اي تخصص بيقدر يشتغل فيها. نروح للنقطة الثانية، الآن فرص العمل المتاحة بهذا المجال. أول إشي عندي التصميم، زي ما بنعرف التصميم طبعا بمختلف خلينا نحكي أبعاده، مشاريع صغيرة كبيرة إلى آخره. ثاني إشي عندي التنفيذ السايت. ثالث إشي عندي والله الفحص والتشغيل والصيانة، ممكن ندرجهم تحت بعض. رابع إشي عندنا موضوع المبيعات زي ما حكينا، التدريب طبعا صار في كارير للتدريب، في ناس طبعا لما نحكي تدريب مش والله إنه شخص بيعمل يعني خلينا نحكي كورسات لحاله وكذا، هاي اكيد شغل، ولكن التدريب المقصود فيه تكون مع جهه رسميه جوا الدوله اللي انت فيها، مثلا جامعه او خلينا نحكي نقابه مهندسين او شركه كهرباء الى اخره، انك انت تكون يعني مدرب معتمد، هذا كارير لحاله، تمام؟ عندنا بعدين موضوع تطوير الاعمال بزنس ديفلوبمنت. هذا الموضوع صار جديد ترند بموضوع السولار انرجي بشكل عام. الان شركات الطاقه بتبحث عن مشاريع والموردين تبعون الكومبوننتس خلينا نحكي يعني للطاقه بشكل عام بيبحثوا عن فرص اكثر وبيع اكثر، فبالتالي بندرج تحت موضوع البيزنس ديفلوبمنت. هذا الشخص بيكون عنده اكسبيرينس عاليه، رح نحكي طبعا عن الاكسبيرينس، وعنده علاقات، فمن خلاله بيتم تحسين خلينا نحكي الفرص للشركات، تمام؟ فعندنا موضوع البيزنس ديفلوبمنت، وبعدين عندنا موضوع الاستشارات، انك والله انت تشتغل كمستشار في هذا الموضوع، وراح نحكي طبعا عن الخبره المتاحه يعني او المطلوبه انك تشتغل بهذا المجالات. فهاي الفرص بشكل عام اللي المهندسين بيقدروا يشتغلوا فيها. طبعا نحكي عن فرص جدا كثيره، وهذا شغله ممتازه في هذا القطاع، والقطاع حاليا بنمو بشكل متسارع جدا في العالم بشكل عام،
تمام. فانت عندك كذا كارير ممكن تمشي فيه داخل السولار انرجي. يعني ممكن تبلش بالديزاين وتضل ديزاين، ممكن ديزاين بعدين تروح على السيلز، ممكن انك انت تشتغل ديزاين وسايت. فانت ممكن تبني كارير كويس. الناس اللي حابة تشتغل بالبزنس ديفلوبمنت بدها تبني، يعني يكون عندها دراية بمعظم الأمور، خلينا نحكي على أساس تكون عارف السبلاي تشين كاملة تبعت البي في بروجيكتس، بحيث إنه يقدر يعني يصير عنده إشي بسموه البيرسويجن، والله إنه عنده قدرة على الإقناع، لأنه ما راح يشتغل سيلز دايركت، بس لما يجي يعمل ميتنج مع شخص صاحب قرار على أساس ياخد بروجيكت كبير يكون عنده الإقناع من خلال الاكسبيرينس تبعته التكنيكال طبعا، ومهارات شخصيه ثانيه مثل اللغات، التواصل الى اخره، تمام. فهي اجمالا موضوع الفرص. الان نروح لنقطه ثالثه واللي هي الشركات اللي ممكن احنا نشتغل فيها. هاي نقطه جدا جدا مهمه. طيب انا كتصميم وين ممكن اشتغل؟ اول شيء عندنا شركات الطاقه، تمام، تندرج. هل هي شركه كبيره اللي بسموهم الديفلوبرز؟ انت والله بدك تشتغل بالديزاين بشركه كبيره، بنحكي عن اكوا باور، ستيرلينج اند ويلسون، مصدر الى اخره، الشركات هاي الكبيره، هذا كارير. بعدين بنحكي عن شركات الطاقة المتوسطة اللي هي بتاخد، خلينا نحكي البروجكت كامل، طبعا ما بكون خلينا نحكي عشرات الميجا وات زي الشركات الكبيرة، ولكن بتكون ماخذ المشروع كامل as a EPC engineering procurement and construction. بعدين عندنا شركات الطاقة الصغيرة ممكن نحكي انها سب كونتراكت، انت ممكن تشتغل معها بالسايت اكثر من الديزاين، تمام. فهاي خلينا نحكي على شركات الطاقة. الان عندنا شركات الالواح ممكن تشتغل معهم as a sales او as a business development، ممكن تشتغل مع شركات الانفرترات as a technical sales or technical خلينا نحكي engineer بشكل عام، انك تساعد الناس اللي بيشتروا منكم. شركات الكوابل، اي شركه بتورد، شركات الاستراكشر عفوا، هاي الشركات انت ممكن تشتغل معهم تحت مظله سولار انرجي فيلد بشكل عام، تمام. فهاي الفرص او الشركات اللي احنا بنقدر نشتغل فيها، بالاضافه طبعا لشركات الصيانه اللي صارت تطلع جديد، شركات مختصه بالصيانه والتنظيف. وفي شركات عندها سيستمز مساعده، يعني بتلاقي شركات مثلا بتقدم خدمات معينه لمشاريع الطاقه الشمسيه، مثل مونيتورينج سكادا، أنظمة معينة، تولز معينة، سواء كانت سوفتوير يعني أو ويب بيست أو إلى آخره، ممكن أنت تشتغل معهم، تمام. ففي عندنا كذا شركة إحنا ممكن نشتغل فيها، طبعا بالإضافة لشركات المقاولات ممكن عندها ديفيجن خاص بالبي في، وشركات الاستشارات أنت ممكن تكون جوا هاي الشركة على أساس تعطي أبروفلز للمشاريع إلى آخره، تمام. هاي بالنسبة لنقطة الشركات اللي احنا ممكن نشتغل فيها. نروح للنقطة اللي بعديها، الخبرات المطلوبة لكل بوزيشن. هاي نقطة جدا جدا مهمة. طيب اذا بنحكي عن التصميم، اول شيء عندنا التصميم بنقسم، اذا انت بتشتغل على خلينا نحكي من سمول لميديوم سكيل، برأيي الشخصي طبعا من خلال خبرتي، اقل شيء بدك خبرة سنة، طبعا سنة تكون اكتف، مش والله متخرج صار لك سنة، لا شغال بالفيلد صار لك سنة على اساس انت تعمل ديزاين. اذا كبر الموضوع لا ممكن توصل 5 و6 و7 سنين اذا بدك تعمل بالديزاين بالمشاريع الكبيرة اللي بيكون فيها ابعاد كثيرة، تمام. هاي بالنسبة لموضوع الديزاين. الان السايت نفس الشيء، اذا مشاريع صغيرة سنة I think that's enough اذا كانت اكتف، اذا كانت مشاريع كبيره لا بده ينطلب إشي سينيور، ممكن نطلع فوق الخمس سنين. مرات بكون إشي عندنا اسمه بروكيورمنت انجينير، مهندس مختص بامور الشراء، مش شرط تلاقيه هذا المهندس بشركات البي في، ولكن اذا كان موجود برضه لازم يكون عنده اكسبيرينس كويسه عساس يعني يصير بينه وبين مهندس الديزاين خلينا نحكي ترتيب معين، بحيث يعملوا يعني كاتنج للكوست وكذا من خلال العلاقات اللي عندهم، من خلال طبعا التكنيكال ديزاين، بحيث انه يعمل والله كيبل مانجمنت، يعمل structural analysis، يقلل التكاليف إلى آخره. هنا عشان ندخل بموضوع technical. شغلة ثانية اللي هي المبيعات، برأيي الشخصي عشان تشتغل مبيعات، المبيعات بمجال الطاقة ترى هو مجال جدا جدا قوي بالنسبة إلي، يعني مجال المبيعات جدا جدا فرصه حلوة خصوصا بالأسواق الجديدة، برأيي بده أقل شيء سنتين. ليش؟ عساس تكون أنت جربت تعمل implementation والله لسيستم تنفذه، وتكون جربت الديزاين، عساس يكون عندك نفس ما حكينا نقطة persuasion الإقناع. ممكن ترى ندخل بموضوع اسمه persuasion by association بموضوع السيلز، شو يعني؟ يعني الربط بالإقناع، يعني أنت لما تشوف دعاية لشخص مثلا زي كريستيانو رونالدو بتلاقيه بيعمل دعاية لكلير، هاي لما تشوف كلير بتتذكر كريستيانو، إيش بسموه persuasion by association، تمام. فأنت كشخص مختص بالبي في بعد كذا سنة بتصير الناس تربط البي في فيك، والله مثلا المهندس فلان مختص بالبي في، لا خلاص trusted
تاخذوا منه المشاريع. هاي بتفيد جدا جدا في امور السيلز، فبتحتاج عدد سنوات. تمام، هاي نقطه جدا جدا مهمه بالنسبه للمبيعات. الناس تفكر والله فريش جيب لي اياه مبيعات، ما راح يعرف يجيب شغل الا اذا كان هو شخص شغال بالمبيعات وعنده علاقات، بس يفضل يكون عنده خبره اول شيء عشان يقنع، والاقناع بيجيب لك مشاريع كبيره. ثاني شيء على اساس يكون كون عنده الكاريزما الخاصه خلينا نحكي بالانجينيرنج بيرسون، والله هذا الشخص فاهم الانجينيرنج سنس وعارف يحكي وعارف يبيع وعارف ولو جزء بسيط من السبلاي تشين تبعت المشاريع. بعد هيك عندنا الصيانه والفحص والتشغيل، برايي الشخصي اقل شيء 3 سنوات على اساس تعرف تعمل فحص منيح، تعرف تعمل صيانه الى اخره. بعد هيك بنروح للتطوير بزنس ديفلوبمنت، يعني لكل قاعده استثناء، ولكن برايي الشخصي 5 سنوات اقل شيء على اساس تكون كونت علاقات، مريت بتجارب كثير، عارف الاسعار، عارف تذبذب السوق، عارف اكثر من سوق اشتغلت. اقل شيء 5 سنوات على اساس تكون يعني قادر انك والله تعمل علاقات كويسة، توصل لاصحاب قرار بطريقة ممتازة من خلال خبرتك اللي انت وصلتها، عارف السبلاي تشين كاملة بحيث انك انت ما تاخذ مثلا قرار خطأ او اسعار غلط الى اخره. فموضوع البزنس ديفلوبمنت الناس اللي حابة تمشي فيه، كثير ناس سألني عنه، انت امشي لما توصل 5 سنين بتبلش ان شاء الله انك تكون العلاقات. طبعا باي بوزيشن انت موجود كون علاقات، العلاقات جدا جدا مهمة باي مجال بالفترة الحالية اللي احنا فيها. بعد هيك عندنا موضوع التدريب، برأيي الشخصي اقل شيء 2 سنين، ولكن تعتمد، ممكن تدرب شغلات صغيره، اوكي 2 سنين ذاتس انف. اذا انت بدك تدرب شغلات يعني خلينا نحكي مختصه كثير في الموضوع بالاي سي سايد، خلينا نحكي بموضوع والله مثلا كيف الانفرتر بيشتغل، تدخل ماثماتيكال كثير، بده يكون عندك خبره اكثر واكثر. تمام، ممكن تحتاج شهادات عليا على اساس انت تصير معتمد من جهات رسميه تدرب من خلالها. اذا بنحكي عن الاستشارات، استشارات واضحه بتعتمد على الدوله اللي انت موجود فيها، والله في دول بتعتمد المهندسين بعد 5 سنوات، في بعد 7، في بعد 4 الى اخره، ولكن اقل شيء از افريج 5 سنوات على اساس انت تكون شخص يعني مريت بتجارب كثير، وخلينا نحكي عندك القدره انك انت يعني تعمل الكونسلتيشن وورك هاي بطريقه صحيحه. تمام، طبعا يفضل اكثر من 5 سنوات، ولكن نحكي از مينيمم بهذا الفيلد، تعتمد على حجم المشاريع. هاي بشكل عام النقاط الاربعه اللي من خلالها احنا بتبلش عنا يعني لو بدنا نيجي نعمل تشارت، والله البي في، قطاع البي في بندرج تحته ديزاين، سايت، سيلز، بزنس ديفلوبمنت. الديزاين مثلا مهندسين كهرباء ميكانيك بندرج تحتهم عدد سنوات الخبره، وبعدين عنا موضوع مثلا السيلز عدد سنوات الخبره، التخصصات زي هيك. كوننا الفكره الرئيسيه عن موضوع فرص العمل. الان السؤال المهم، هل فعلا في فرص عمل بالمجال؟ هذا السؤال الأهم. يعني نعم في فرص عمل بالمجال، بتختلف من سوق لسوق، ممكن السوق الأردني صار فيه ضعف شوي، السوق المصري أنشط شوي، السوق السعودي جديد ببلش، الأسواق الخليجية بشكل عام، الأسواق العالمية ترى فيها فرص. ودائما اطلعوا برا الصندوق، كيف؟ يعني الآن صار في فرص زي ما حكينا مع الشركات اللي بتقدم خدمات، يعني بتلاقي شركات والله بتعمل سيستمز خاص بالمونيتورينج، بتلاقوا معهم فرص عمل بنفس القطاع، مش شرط انك تروح دايركت ديزاين خلص، بتلاقي شركات بتعمل مثلا ماركتينج لهي الشركات من خلال مثلا درون، تصوير الى اخره، في معها فرص عمل. بتلاقوا شركات بتقدم كليننج سوليوشنز، حاولوا دائما توسعوا شبكه البحث عن عمل على اساس توصلوا لهي الفرص. وطبعا اكيد في فرص، بس بدك تشد، بدك تطور من نفسك على اساس توصل إليها بشكل اسرع. تمام، هذا الفيديو باختصار كان ترتيب للافكار، خلينا نحكي بشكل عام عند الناس ايش يعني فرص العمل، وين موجوده، كم بحتاج سنوات خبره، وين الشركات اللي بدي اشتغل فيها. ان شاء الله اكون جاوبت على معظم الاسئله اللي ببالكم. اذا مهتمين نعمل فيديو عن الناس او عن فكره انك تاسس شركه بقطاع الطاقه، اكتبوا لي بالتعليقات على اساس ان شاء الله بركي رتبنا ونعمل هذا الفيديو. بتمنى للجميع التوفيق، بشوفكم بفيديو جاي، والسلام عليكم.